صباح الخير، كيف حالكم يا تاسا؟ شو أخباركم؟ يعطيكم العافية. الحصة الماضية أخذنا درس العامل المشترك الأكبر، حلينا عليه أمثلة، أخذنا عليه تدريبات وحلينا بعض الأسئلة. ضل أعطتكم واجب من الأسئلة، طلبت منكم واجب. ضل عنا مسألة كلامية، سؤال تاني وسؤال ثالث. رح أحل واحدة وأخلي لكم واحدة، يعني أنا رح أحل مسألة كلامية وأخلي لكم واحدة، وهسا بس نخلص هاي المسألة الكلامية رح ندخل على الدرس الجديد اللي هو المضاعف المشترك الأصغر. هلأ المسألة بدي أحلها اللي هي مسألة سؤال 2 صفحة 31 من تمارين ومسائل، تمام؟ السؤال إيش بيحكي لي يا تاسع؟ بيحكي لي ما في عندي مصنع بينتج صنفين من الزيت، صنف ممتاز صنف عادي. قررت إدارة المصنع تعبي صنفي الزيت في عبوات متساوية السعة، بده أكبر عبوة يمكن استخدامها بدلالتي. طيب إيش إشي يعني عندي هون مشترك بين الزيت، بين نوعين الزيت؟ الإشي المشترك عندي هو المصنع، المصنع هو اللي عم بصنع لي الزيت. المصنع هذا عم بصنع لي زيت ممتاز وعم بصنع لي زيت عادي. عم بصنع لي زيت ممتاز وزيت عادي. الزيت الممتاز اللي هو مين؟ سين تربيع. اللي هو سين تربيع زائد 2 سين ناقص 35. الزيت العادي اللي هو مين؟ سين تربيع ناقص 49. بده بحكي لي اكبر عبوة ممكن استخدمها بدال سين، معناته انا شو بدي اطلع؟ بدي اطلع العامل المشترك الاكبر بين صنفي الزيت. بدي اطلع هون انا عندي عين ميم الف. طيب كيف حكينا احنا بنطلع عين ميم الف؟ حكينا بنحلل العبارة الاولى، بنحلل الثانية، وبناخذ بس فقط المشترك بينهم. شو تحليل هاي؟ هاي عبارة عن عبارة تربيعية، شو تحليلها؟ سين سين سالب 35، بدي عددين اضربهم ببعض يعطيني سالب 35، اجمعهم يعطيني موجب 2. عندك سالب 7 ضرب موجب 5 شو بيعطيني؟ سالب 35. طب سالب 7 زائد 5 شو بيعطيني؟ سالب 2. ما بتزبط معي. شوف الثاني، نشوف سالب 5 ضرب 7 شو بتعطيني؟ بتعطيني سالب 35. طب سالب 5 زائد 7 شو بتعطيني؟ موجب 2. إذا صح منهم العددين، سالب 5 موجب 7، تمام؟ هاي تحليل عبارة تربيعية، سين مش تربيعية، فرق بين مربعين 7 7. في عندي إشي مشترك بينهم، عندي سين زائد 7 سين سين 7. إذا شو عندي؟ ألف سين زائد 7، تمام؟ هيك أنا بكون حليت تمام. خليني أدخل في الدرس الجديد يا تاسع، واللي هو المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف المشترك الأصغر بيختلف عن العامل المشترك الأكبر، في بينهم إشي متشابه بس في عنا خطوة مختلفة. في العامل المشترك الأكبر أنا كنت أخذ فقط المقدار الجبري الأولي المشترك بين المقدارين. في المضاعف المشترك الأصغر لا، أنا بدي أضرب كل المقادير الجبرية الأولية في بعضها بدون ما أكرر المتشابه، بدون ما أكرر المتشابه. هي المتشابه ما بكرره، بس هلأ بنشوف كيف. المضاعف المشترك مضاعف المشترك الأصغر، طبعا مضاعف المشترك الأصغر رح أدخل لكم على طول في مثال. بس شو خطوات الحل؟ خطوات الحل أول شيء نحلل
كل مقدار العوامل الأولية نفس العامل المشترك الأكبر، بنحدد العوامل الأولية المشتركة بحطها، وباقي كل إشي زيادة اللي هي المقادير الجبرية الأولية الموجودة عندي برضه بدي أحطها وأضربها بكلهم في بعض. ناخذ مثال، رح أعطيكم مثال واحد، هنلكم مثال واحد 12 اللي بصفحة 33، رح أعلمكم منه فرع واحد. نبلش بفرع واحد. فرع واحد معطيني ص تربيع ناقص 9 معطيني ص تربيع زائد 5 ص زائد 6. تمام، شو باجي احكي انا الخطوة الأولى؟ أحلل المقدارين اللي عندي. أحلل، كيف أحلل؟ أحقوس هي عبارة عن فرق بين مربعين. أحلل العوامل الأولية، يعني ضمني أحلل، إذا أنا حللته ولسه طلع عندي بده تحليل كمان مرة برجع بحلل. هاي عبارة عن ص ناقص 3 وهي عبارة عن ص زائد 3. هون تحليل عبارة تربيعية، عندك هون ص هون ص، بدي أعدل أنضمهم بعض يعطيني 6، أجمعهم يعطيني 5، منهم 2 في 3، 2 في 3 6، و2 زائد 3 موجب 5، موجب 2، موجب 3. طب أول إشي باجي بحكي شو العوامل الأولية المشتركة؟ العوامل الأولية المشتركة اللي هي مين؟ ص زائد 3 ص زائد 3. لو بدي أجي أحكي عين ميم ألف، لساتني أنا في العامل، مين العامل المشترك الأكبر؟ ص زائد 3 فقط، هذا عين ميم ألف. لكن لو بدي أدخل في درسنا الجديد اللي هو ميم ميم ألف المضاعف المشترك الأصغر، باجي بحكي أول إشي المتشابه عندي مين؟ ص زائد 3 بحطها. بعدين أي إشي كمان تاني عندي مقادير جبرية أولية بدي أخذها، ضل عندي ص ناقص 3، ضل عندي ص زائد 2، هذا هو ميم ميم ألف. طب لو كان عندي هون كمان ص زائد 3، هلأ ص زائد 3 المتشابه باخده، لكن متكرر في المقدار الجبري الواحد، يعني هاي مقدار تكرر عندي هون مقدار مرتين باخده مرتين، يعني لو هون صار في عندي ص زائد 3 ص زائد 3 باخذها كمان مرة ص زائد 3، بس أنا مو موجودة عندي هون، رح أستثني هاي التكرر اللي هلأ حاليا. ناخذ فرع 2، ناخذ فرع 2، فرع 2 شو معطيني؟ نفس السؤال، 6 س تكعيب ناقص 6 س تربيع ناقص 1 ومعطيني 2 س زائد 2. تمام، حل الأولى بطلع 6 عامل مشترك، شو حيضل عندي؟ س تكعيب ناقص 1. طيب سؤال، أنا شو عملت هون؟ طلعت 6 عندي عامل مشترك، كيف بطلع عامل مشترك؟ بحط ال 6 برا، بقسم 6 س تكعيب على 6، ضل عندي س تكعيب بين 6 مع 6 1، 6 تقسيم 6 شو ضل عندي كمان هون؟ 1. شو صار عندي هون؟ 6. هل الستة أولي؟ لا، يعني الستة بقدر أحللها أكثر من هيك؟ بقدر. طب س تكعيب ناقص 1 بقدر أحللها أكثر من هيك؟ كمان بقدر. طيب الستة لشو بدي أحللها هلا؟ ستة هاي بدها تصير عبارة عن 2 في 3 ضرب س تكعيب ناقص 1، بدي أحللها، شو بدي أحللها؟ فرق بين مكعبين، هون س هون 1، بربع الأول بربع الثاني بضرب الأول في الثاني اللي هو 1 في س س. تاسع بدنا نحكي على شغلة كثير مهمة، أنا لما أجي أحلل مجموع مكعبين أو فرق بين مكعبين دائما الحد الثاني هاند رح تيجي أنت مثلا تطلعي تحكي ماس، مش انت حكيتي لنا لازم نضلنا نحلل لشيء اقل منه؟ طب هي عندي س تربيع زائد س زائد 1 هي عباره تربيعيه،
لا اجي احكي لك دائما اذا كان عندي فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين الحد الثاني هذا لا يحلل. مميز سالب. شو يعني مميز سالب؟ كمان شوي بنعرف الدروس القادمه راح احكي لكم شو يعني مميز سالب. اذا الحد الثاني من مجموع مكعبين او فرق بين مكعبين لما اجي احلل الحد الثاني دائما لا يحلل، دائما لا يحلل. طب سين تربيع ناقص واحد هي ايش يعني؟ هلا انا ايش صفه عندي بالنهايه؟ شو هو الصفه عندي الاقتران؟ هاي شو صفه تحليله؟ هاي صفه تحليله. طيب سين تربيع ناقص واحد ايش تحليلها؟ فرق بين مربعين. سين ناقص واحد زائد واحد. شو الثاني عندي تحليله؟ ايوه عشان هلا لما نيجي ناخذ نعرف شو بدنا نستخدم. الثالثه شو تحليلها؟ شو تحليلها؟ طلع اثنين عامل مشترك، شو حيضل عندي؟ سين زائد واحد. ليش سحبت اثنين عامل مشترك؟ اثنين سين على سين على اثنين سين، اثنين على اثنين واحد برضو. هلا بدي اطلع لكم ميم ميم الف وعين ميم الف. خلينا نطلع وشي عين ميم خلينا نطلع عين ميم ألف طلع ميم ميم ألف. شو عين ميم ألف عندي هون؟ عندي سين ناقص واحد، عندي هون سين ناقص واحد بس ما في سين ناقص واحد ما في. طب في سين زائد واحد سين زائد واحد شي هون سين زائد واحد ما في معناته ميم ألف واحد. طب ميم ميم ألف ميم ميم ألف غير بتطلع على المشتركات لو في كل تنتين يعني عندي اثنين واثنين مشتركة هون صح حتى هنا موجودة هون لكنها مشتركة بحطها. الثلاثة موجودة في إشي تاني مو موجودة كمان بدي أحط بس كمان بدي أحطها. طب عندك هون سين ناقص واحد عندك هون سين ناقص واحد كمان بدي أخذها بس لأنها مشتركة راح أخذها مرة واحدة. المشترك غير المكرر في السؤال نفسه فننتبه. سين ناقص واحد مشترك. طب عندي كمان سين زائد واحد سين زائد واحد مشترك كمان أخذته. طب شو ضل عندي؟ ضل هذا المقدار سين تربيع زائد سين زائد خمس. هذا هو ميم ميم ألف. نخت فرع ثلاثة من نفس التدريب معطيني الأولى ألف تربيع معطيني ألف تربيع خمسة ألف ناقص خمسة معطيني ألف تربيع زائد ألف ناقص عشرين. تمام ألف تربيع شو تحليلها؟ ألف ضرب ألف خمسة ألف ناقص نطلع خمسة عمل مشترك شو حضر عندي؟ ألف ناقص واحد. هون تحليل عبارة تربيعية هون ألف هون ألف عددين أضيفهم بعض يعطيني سالب عشرين أجمعهم يعطيني موجب واحد. بجي بحكي خمسة ضرب سالب أربعة شو بعطيني؟ سالب عشرين. لكن خمسة زائد أربعة شو زائد سالب أربعة شو بعطيني؟ موجب واحد. مين هم العددين؟ موجب خمسة سالب أربعة. تمام يلا بطلع هلا بدي عين. طبعا عين ميم ألف هي مش فكرة الدرس اليوم، هي فكرة درس امبارح لكن أنا عم بطلع لكم إياها بس مشان إنه نضل رابطين الدرسين ببعض. عندي ألف ما في عندي إشي مشترك يعني هون عندي ألف فيش ألف تاني غيرها، هون عندي ألف ناقص واحد ما في ألف يعني ما فيش عندي ولا إشي مشترك بين ثلاث إذا هو واحد. طب ميم ميم ألف أول إشي عندي ألف متشابه مع إشي تاني؟ لا هاي ألف. نفس المقدار عندي ألف تانية باخدها ما بحكي هاي بس مرة واحدة. عندي هون خمسة باخدها ألف ناقص واحد مش مكررة باخدها. عندي ألف زائد خمسة تمام
نرجع نحكي اخذ الف ضرب الف كمان مره رح اخذها، لانه انا حكيت في المقدار الجبري الواحد اذا تكرر اشي باخده، لكن اذا كان متشابه باخده مره واحده. ضرب الخمسه ضرب الف ناقص واحد كمان بدي اخذها، ضرب تمام عندي ألف زائد خمسة وعندي ألف ناقص أربعة، هذا هو المضاعف المشترك الأصغر. تمام هدول. طب خلينا نروح على التدريب، نروح على التدريب اللي بصفحة 34. طبعا ألف من هذا التدريب سهل جدا، رح أتركه واجب لإلكم. ألف رح أتركه واجب لإلكم، سهل. فرق الأولى فرق مربعين، والثاني مجموع مكعبين، سهل قانون نطبق. وفرع باء كمان سهل، ناخد باء عامل مشترك، ناخد باء عامل مشترك، بضل عندي باء زائد أربعة والثاني بحللها. جيم بدي أحللكم، جيم بدي أحللكم الدال، أحلكم جيم أحلكم دال. فرع جيم طبعا هذا التدريب صف تدريب واحد 12 صفحة 34، أحللكم منها فرع جيم. فرع جيم شو بيحكي لي؟ 2 تربيع زائد سين ناقص واحد، معطيني معاها سبعة سين زائد سبعة، ومعطيني معاها 14 سين. يلا كيف الأولى بدي أحللها؟ الأولى يا مس هي عبارة تربيعية، لكن معامل سين مش واحد، حكينا هاي بنحلها بالتجريب، بحط اثنين سين بحط سين، عددين اضربهم ببعض يعطيني سالب واحد، اجمعهم يعطيني واحد، بدي اجرب. ما في عندي اما سالب واحد موجب واحد او موجب واحد سالب واحد، خلينا نجرب. كيف بنجرب لما يكون معامل سين اكبر من واحد؟ كيف بجرب؟ باجي بضرب الوسطين في بعض، بضرب الطرفين في بعض، بجمعهم لازم يعطيني الحد الوسط، هون سالب واحد في سين سالب سين، 2 سين في موجب واحد 2 سين، اجمعهم شو رح يعطيني؟ 1 سين. اذا صح، اذا صح مين هم العددين؟ سالب واحد وسين، العددين هم سالب واحد وسين، العددين هم خلينا نمسح لكم هاي سالب واحد، هاي بس عشان كنا نجرب. طيب الثانية طلع سبعة عامل مشترك، ضل عندي سين زائد واحد. الثالثة بدي أحللها اثنين في سبعة في سين، يلا نطلع عطول ميم ميم ألف. شلون حكينا ميم ميم ألف؟ العامل المشترك الأكبر اللي هو طبعا هاي سين، اللي هو حكينا بناخذ المشترك ميم ميم ألف، باخذ كل إشي المشترك ما بكرره. تمام عندي اثنين سين ناقص واحد، في زيها اثنين سين ناقص واحد؟ لا. طب عندي سين زائد واحد، في سين زائد واحد تاني؟ اه في سين زائد واحد، هاي سين زائد واحد. طيب السبعة عندي سبعة وعندي كمان سبعة، بكررهم؟ لا، باخذ سبعة واحدة، والاثنين كمان رح اخذها. تمام لكن لو كان عندي سبعة هون وكمان سبعة جنبها بنفس المقدار، لا بدي اخذ السبعتين، لكن اذا كانوا متشابهات بين الثلاثة باخذ المشتركة بس واحدة. طيب هلا اخذنا سين ناقص واحد، اخذنا السبعة واخذنا الاثنين، ضل عندي سين وسين، اثنين سين ناقص واحد، وضل عندي كمان سين. هيك انا اخذت المضاعف المشترك الاصغر اللي هو مين؟ هاد هاد مشترك، السبعة مشترك اخذته مرة واحدة، والاثنين وسين. تمام. طب خلينا نحل فرع دال. فرع دال يا اول يا تاسع، معطيني في الاعداد سين ناقص اثنين صاد كلها تربيع، معطيني سين تربيع ناقص اربعة صاد
التربية معطيني 2 سين تكعيب ناقص 16 صاد تكعيب. ننتبه مع بعض هذا السؤال، ننتبه مع بعض. يلا فكروا شوي في حله يا تاسع، فكروا في حله. الأولى كيف بدي أحللها؟ هل بدي أحللها مثلا فرق بين مربعين؟ ممكن في واحد منكم راح يطلع يحكي لي هي فرق بين مربعين، راح أحكي له غلط. فرق بين مربعين يعني يكون عندي إشي مربع مربع ناقص مربع. هذا مش مربع ناقص مربع، هذا الحد المقدار كله عبارة عن مقدار مربع. شيني إشي مربع يعني مضروب في نفسه مرتين، يعني هذا عبارة عن سين سين ناقص 2 صاد مضروبة في سين ناقص 2 صاد، تمام؟ مضروبة في نفسها مرتين. هاي فرق بين مربعين، لأن الحد الأول كله تربيع، 4 صاد تربيع كمان هذا الحد كله تربيع. ليش؟ لأن 4 عبارة عن 2 و2 وصاد عبارة عن صاد في صاد، فهذا كله الحد مربع اللي هو حيكون 2 صاد. حكينا بناخذ واحدة من هاي وواحدة من هاي، هاي بقدر أعملها فرق بين مربعين. أحكي الأولى سين سين ناقص زائد 2 صاد و2 صاد. الثانية أول إشي بقدر أفكر فيه إني أسحب الاثنين. لو حكينا هاي فرق بين مكعبين ما بتزبط، لأنه سين تكعيب مكعب، أوكي 16 مش مكعب، وصاد تكعيب مكعب، لكن 16 و2 مش مكعب، بس بقدر أسحب الاثنين عامل مشترك. شو حيضل عندي؟ سين تكعيب ناقص 8 صاد تكعيب، سين تكعيب ناقص 8 صاد تكعيب. طيب هلا هاي الاثنين موجودة، وهذا أصلاً الاثنين عبارة عن عدد أولي ما بقدر أحلله أكثر من هيك. سين تكعيب ناقص 8 صاد تكعيب بقدر أحللها أكثر من هيك، بقدر أحكي هاي عبارة عن فرق بين مكعبين. أجي أحط طرح، لما يكون عندي هون ناقص باجي بحط ناقص زائد زائد، باخذ جذر تكعيبي لسين تكعيبي اللي هو سين، جذر تكعيبي لتمني صاد تكعيب اللي هي 2 صاد. كيف بنعمل كيف بنحلله؟ بمسك الأول بربعه، بمسك الأول بربعه، بمسك الثاني كله بربعه اللي هو 2 صاد، كله بدي أعمله تربيع. 2 صاد لكل تربيع اللي هي 2 تربيع 4، وصاد تربيع اللي هي صاد تربيع. إذا شو صفت عندي بالآخر؟ 4 صاد تربيع. بعدين بضرب الحد الأول في الحد الثاني اللي هي 2 ضرب سين ضرب صاد، لأن هون هيك بدي أعمل 2 ضرب 2 صاد ضرب سين هي 2 سين صاد، تمام؟ أمسح هاي الأشياء اللي عملتها هون عشان هسه آخذ المضاعف المشترك الأصغر. إذا هسه عندي ميم ميم ألف، مين هو؟ كيف باجي بعمل؟ باجي بشوف. أول إشي عندي الاثنين، الاثنين مكررة، باخذ منهم، مش مكررة، مشتركة، باخذ واحدة. عندي سين ناقص 2 صاد، تمام؟ في إشي صار؟ هي قبل ما أبلش آخذ المشترك خليني أورجيكم إنه الحل النهائي للثالثة اللي هي هاد، عشان ما تخربطوا، صار في عندك أكثر من خطوة. الحل النهائي للثالثة هاد، الحل النهائي للمقدار الأول اللي هو هاد الثاني وهذا الأول. شايفين اللي عليهم خطوط أخضر؟ هم هذول اللي أخذ بينهم المضاعفات المشترك، المضاعف المشترك الأخضر. حكينا أنا عندي هون عندي هون 2، ما في 2 موجودة، عادي باخذها. طب مين كمان عندي؟ سين ناقص 2 صاد، سين ناقص 2 صاد، سين ناقص 2 صاد. هاي وهاي وهاي مشتركات، مشتركات مش مكررات، مشتركات. راح آخذ منهم وحدة سين ناقص 2 صاد. طب عندي سين ناقص 2 صاد تاني، حتحكي لي بس ما احنا اخذناها؟ لحكي لك لا، هاي مشتركه مع هذول لكن هاي مكرره، مكرره في نفس المقدار الجبري الواحد، اخذها كمان مره. برجع باكد على هاي النقطه،
المشتركات مع بعض كل واحدة في مقدار جبلي مختلف، أخذت المشترك الثلاث المشتركات أخذت منهم واحدة، لكن في نفس المقدار الجبري المكررة بأخذها مرتين، ولو كانت مكررة ثلاث مرات بدي أخذها ثلاث مرات. شو ظل عندي هلأ؟ أخذت سي ناقص 2 صاد، سي ناقص 2 صاد، سي ناقص 3 أخذتها. هلأ عندي كمان سي ناقص 2 صاد، حكينا هاي مكررة كمان أخذتها. سين زائد 2 صاد هاي كمان بدي أخذها. شو ظل عندي؟ حكينا المقدار الجبري المنتج عندي من تحليل فرق أو مجموع مكعبين، هذا المقدار التربيع اللي بنتج عندي لا يحلل، مميزه سالب، بس برضه راح اخذه. يعني هذا ما تحكي لي مس مش اولي، لا مس اولي. 2 س ص زائد 4 ص تربيع، تمام. يلا نشوف. طيب خلينا نشوف تمارين ومسائل. طب تمارين ومسائل الأولى ما راح أحلها، خليها واجب. الثانية راح أحل لكم ب، راح أحل لكم جيم. طيب خلينا نشوف إيش السؤال اللي فيه فكرة. طب الأولى سهلة ما بدها إشي، ما راح أحلها، أو ممكن نحلها بشكل سريع يعني بدهاش إشي، اللي هي هون تمارين ومسائل صفحة 35. طيب خلينا ناخذ فرق ألف اللي هي 15 س تربيع زائد 18 س، والثاني 12 س. حلل 15 س تربيع زائد 18 س، بدي آخذ عامل مشترك اللي هي إيش؟ راح آخذ الثلاثة سين عامل مشترك. ليش؟ لأن 15 وال 18 في بينهم الإشي المشترك اللي هو 3، وسين تربيع وسين مشترك بينهم سين. لو أخذت 3 سين شو حيضل عندي؟ 15 تقسيم 3 كم ضل معي؟ 5. سين تربيع تقسيم سين سين، 18 تقسيم 3 زائد هاي 6، وسين تقسيم سين سين 1. سين تقسيم سين رح يعطيني 1. الثاني كيف بدي احللها؟ طبعا الثاني عباره عن حتكون 2 في 6، وال6 بقدر احمل احللها كمان ل2 في 3، اذا هي 2 في 2 في 3 في س. يلا خذ لي ميم ميم الف. ميم الف ايش يساوي؟ الثلاثة مشتركة اخذتها مرة واحدة، الاثنين مكرر مش مشترك اخذته مرتين، س مشتركة خدها مرة، ضرب 5 س زائد 6 طلع عندي جواب 2 في 2 في 3 في س في 5 س زائد 6. هذا فرع ألف. نحل فرع باء. فرع باء في فكرة، سؤال فرع باء في فكرة، لا مش فرع باء في فكرة، فرع جيم. راح أحل لكم فرع جيم. فرع جيم اللي هو عين تربيع زائد 4 عين تربيع ناقص 4 عين ناقص 4. طيب أول ما تشوف عين تربيع زائد 4 راح تحكي لي مس فرق بين مربعين، حلل. أحكي لك غلط، أنا حكيت لك إذا شفت مربع زائد مربع مجموع مربعين لا يحلل، نهايته ماله؟ لا يحلل. لا يحلل شو يعني لا يحلل؟ يعني أولي، يعني عين تربيع زائد 4 أنا ما بحكي هذا ليش اسمه هذا تربيع بيتحلل، لا، مجموع مربعين لا يحلل. شو يعني لا يحلل؟ يعني هذا هو المقدار الجبري الأولي لهذا المقدار، ما بقدر أحلل خلاص. هذا هو عبارة عن دائما هذا يعتبر مقدار جبري اولي، بعتبره مقدار جبري زي الثلاث زي الاثنين، مش الثلاث والاثنين ما بقدر احلل الاشياء اصغر منها، س ناقص واحد بقدر احلل الاشياء اصغر منها، لا لان هاي عباره عن مقدار جبري اولي، هذا عباره عن مقدار جبري اولي. بضل عندي عين تربيع زائد 4، كثير مهمه هاي الفكره. عين تربيع ناقص 4 لا بحللها عادي، هاي عباره عن فرق بين مربعين اللي هي عين ناقص 2 في عين زائد 2. عين ناقص 4 هاي أصلا هي مقدار جبري أولي مش
تتحلل لإشي أقل من هيك. طب شو عندي هون؟ ميم ميم ألف. ميم ميم ألف شو؟ عين تربيع زائد أربعة، ما في معها إشي تاني. عين ناقص اثنين عين زائد اثنين، برضو ما في معها إشي مكرر، عادي باخدها. عين ناقص أربعة، هذا هو ميم ميم ألف. شوفي كمان في سؤال، في فكرة، أنا حليت لكم كل الأسئلة ورا عشان أتذكر الأسئلة اللي فيها أفكار، أتذكر الأسئلة اللي فيها أفكار. تمام، فرع جيم كان في فكرة، نحل فرع دال سوا إذا تحبون، نحل فرع دال ولا حللكم هاء. هاء كتير سهل، س ص ناقص س تربيع، 3 س تربيع ناقص 3 س تربيع. طب خلينا نحل دال وهاء وننهي الحصة، نحل دال وهاء وننهي الحصة. هاي دال اللي هي عبارة عن 27 ميم تكعيب ناقص واحد، معطيني هون 3 ميم تربيع زائد 14 ميم ناقص خمسة، معطيني اثنين ميم زائد عشرة. تمام، الأولى عبارة عن فرق بين مكعبين، ليش؟ 27 مكعب، ميم تكعيب مكعب، هذا الحد الأول كله مكعب، الحد الثاني اللي هو واحد، والواحد أصلا عبارة عن مكعب. هكذا بنفتح قوس صغير وقوس كبير. إذا كانت عندي إشارة سالب بحط مو السالب موجب، موجب كيف هاي 27 ايش جذر تكعيبي؟ 3 ميم، هون واحد، باخذ الاولى بربعها، يعني باخذ 3 ميم كلها تربيع. كيف ربعها؟ 3 تربيع 9 ميم تربيع ميم تربيع، تصير هاي 9 ميم تربيع واحد، هون بدي اضرب 3 ميم في واحد اللي هي 3 ميم. نظبط لكم اياها تكون واضحه. طب الثانية تحليل عبارة تربيعية، لكن بالتجريب، ليش بالتجريب؟ لأنه معامل سين أكبر من واحد. خلينا نجرب نحط هون 3 ميم، نحط ميم هون، سالب 5، بدي عددين أضرب بعض يعطيني سالب 5، طبعاً ما راح أحكي أجمعهم يعطيني 14، ليش؟ لأنه أنا هون عندي معامل سين أكبر من واحد، بدي أجرب بالتجريب. فخلينا نحكي سالب 5 جاي من سالب 5 موجب واحد، أو موجب 5 سالب، خلينا نجرب، ما بعرف شو بيطلع معنا. سالب 5 ميم، لأنه سالب 5 ميم سالب 5 ميم، 3 ميم في واحد شو حتعطيني؟ 3 ميم، اجمعوهم شو حيعطيني؟ سالب 2 ميم. هل هذا نفس هذا؟ لا، إذا أنا هون حلي خطأ، بدي أجرب إشي تاني، بدي أجرب إشي تاني. هيك لما يكون معامل سين أكبر من واحد بدي أجرب. طب حطينا إحنا سالب 5، طب خلينا نجرب نحكي موجب 5 سالب واحد، برضو 5 ميم زائد 3 ميم حيعطيني 8، برضو مش ثابتة. طب خلينا نجرب نقلب، نجيب الخمسة هون والواحد هناك، نجيب نحكي هون زائد واحد سالب 5، نحكي موجب 5 سالب واحد. يلا، سالب واحد في ميم سالب ميم، 3 ميم في 5 15 ميم، اجمعيهم مع بعض شو حيعطيني؟ 14 ميم، لأنه سالب ميم زائد 15 ميم بعطيني 14 ميم. إذا حلي صح، السالب واحد موجب 5، إذا حختار مين؟ سالب واحد موجب 5. تمام، الثالثة خذي اثنين عامل مشترك، شو حيضل عندي؟ اثنين ميم زائد 5، يلا نطلع ميم ميم ألف. يلا، عندي 3 ميم ناقص واحد، 3 ميم ناقص واحد مشتركات مش مكررات، راح آخذ منهم واحدة. طب عندي ميم زائد 5 وعندي ميم زائد 5 مشتركات، اخذت واحدة، الاثنين اصلا ما في معها اشي راح اخذها.
ضل عندي المقدار الأخير حكينا هذا، بما إنه فرق بين مكعبين، إذا هذا المقدار الثاني لو كانت عبارة عن اقتران تربيع لكنه لا يحلل، هو 9 ميم تربيع زائد 3 ميم زائد 1، وهذا هو ميم ميم ألف لفرع دال. آخر إشي دحل لكم فرع ها، بطلع عليكم واجب سؤال 2 بتحلوه، برضو بنرجع بنحله بداية الحصة القادمة إن شاء الله، زي اليوم بنبلش الدرس الجديد. ها ها اللي هي معطيني سين صاد. لاحظوا يا تاسع، كل سؤال في فكرة جديدة، كل سؤال 3 س تربيع ناقص 3 معطيني سين تربيع ناقص سين. حاول احل الاولى. حاول يا سارة، يلا نسحب سين عامل مشترك. ممتازة ممتازة يا سارة، نسحب سين عامل مشترك، شو راح يضل عندي الجواب؟ صاد ناقص سين. ممتازة، لأنه سين تقسيم سين، سين صاد تقسيم سين، ضل من عندها صاد، سين تربيع تقسيم سين، ضلت عندي سين واحدة. هون بشو شو بقدر أسحب؟ ثلاثة عامل مشترك، ضل عندي سين تربيع ناقص واحد. طيب هل هذا المقدار عامل أولي، مقدار أولي؟ لا لا، ليش؟ لأنه أنا سين تربيع ناقص واحد بقدر أحللها كمان مرة، صح ولا لا؟ فاجي هاي بحكي هاي عبارة عن 3، بفتح هون بحكي هاي سين ناقص واحد، هاي سين زائد واحد، هذا هو الجواب النهائي، وهذا الجواب النهائي. يلا الأخيرة برضو بسحب سين عامل مشترك، شو بضل عندي؟ سين ناقص واحد، برضو الجواب النهائي اللي هو مين؟ هاد، عشان هلا بس ناخد ميم ميم ألف ما نخربط. يلا يلا امشوا، ميم ميم ألف، حكينا المشترك بكرر باخده مرة واحدة، المكرر في نفس المقدار الجبري باخده قد ما تكرر. عندي هون سين، ما في عندي سين تاني، هي عندي سين وسين، سين وسين مشترك مش مكرر، باخد سين صح؟ طيب عندي ثلاثة كمان مش مشترك، راح اخدها سين ثلاثة، استنى خليني اضبطها، خلينا نحط الثوابت لبرا احسن عشان ما نخربط. يلا الثلاثة اللي هو الثابت هي اخذته، عندي سين وسين مشترك راح اخذ سين واحدة منهم، تمام. عندي هون صاد ناقص سين، سين ناقص واحد مشترك راح اخذ واحدة منها، هاي اعطيكم اياها بلون مميز، هاي مشتركة مع هاي راح اخذ منها واحدة، وهاي سين مشتركة مع سين هاي أخذت منها واحدة، صاد ناقص سين أخذتها، ضل عندي سين، هاي سين ناقص واحد زائد واحد، ضل عندي سين زائد واحد. هيك بكون طلعت أنا المضاعف المشترك الأصغر. هيك بكون الدرس تقريبا خلص مع حل أسئلته، ضل عندنا بس سؤال واحد، بنبلش الحصة الجاي يعني أنا حاليا حاعطيكم إياه واجب، السؤال الثاني من تمارين ومسائل، تمارين ومسائل اللي هي صفحة، خليني أشوف لكم الصفحة 35، هاد واجب بنحله بالحصة القادمة، بداية الحصة نبلش الدرس الجديد. يعطيكم العافية يا تاسع.